هذا المكان هذا عندنا متخصص الاضحيه ديال العيد اللي كيديو الناس من عندنا من فوقين اللي كيتباع عندنا كنهبطوا هنايا كنعدلوه هنايا بوحدو باش على حسب الكليان اللي كيجي كيبقى كل واحد يشد في الحاولي كيبقى يمقتو لهذا كنهبطوه عندنا هنايا كنتحافظوا عليه هنا كتشوف المكان هنايا وهادشي اللي كاين وكاين الاصحاب هنايا اللي اللي زعما مهتمين بهادشي هادو كيعد كيقابلوهم بالمأوى ديالهم بكلشي و موفرين لهم كلشي تقريبا كلشي وعندنا الاضحيه مزيانه اللي بغى زعما مرحبا به هنايا كل واحد على حسب كاين اللي كيجي تنص واحد العيد كاين اللي قبل العيد في عرفه كل واحد وكيفاش كيجي على حسب الغرض ديالو كاين على حسب الناس كيكون عندهم الضيق كل واحد الله يحسن لهم كاين اللي ساكن في العماره كاين اللي ساكن عنده الضيق عكاري الله يحسن لهم اللي هذا كيخليهم معنا هنايا حتى العيد مليحه خايب مقلب طنجة والام ملح انا تعب انا الكبش راه حنا يا فلاح اخوتي حنا اللي كنقابلوا هاد الكبش حنا اللي كنعطيوه الماء كنعطيوه الايسار حنا خدامين مع محمد هو اللي مكلف هو اللي مكلف بهاد الرزاق حنا اللي عا كنعطيو الايسار كنعطيو العلف كنعطيو له الماء كيبقاو دائما عندنا هنا العيد حتى نهار العيد يبقى نهار ولا يومين يزيد نهار عرفه يزيد العيد ديالو الامان والصفاء اللي ما عندوش يا خاي الضيق كيخلي عندنا هنا عندنا 600 700 800 الحاولي اخي كتبقى عندنا الاخوه المسلم 800 حاولي دائما كنعطيوها الماء كنعطيوها الشعير الزرع الفول الهيشر عندنا التمام ديالنا كنعملوا عندنا 200 هكتار اخي كنحرتوها كنعملوها فيها الشعير الزرع كنجمعوا الهيشر الربع حنا اللي كنعطيوها ما كنشرو والو كلشي ديالنا كلشي الحبوب ديالنا يا اخي العزيز الصفا حاجه مليحه حاجه مزيانه راه حنا كلشي دابا قريب نسالو اخي بعنا رزق ديالنا صافي